مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني متوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 6 Lesson 4 اليونت السادس الدرس الرابع. عنوان الدرس What's my job؟ ما هي وظيفتي؟ طبعا هذا العنوان أخذناه سابقا بالمرحلة الابتدائية بالسادس الابتدائي لما أخذنا الوظائف ورا درسين ثلاثة انطانا هذا العنوان اللي هو What's my job؟ وكان عبارة عن حزورة الطالب ينطي مجموعة من الكلمات، هذه الكلمات تدل على وظيفة معينة، والطالب الآخر يحزر هذه الوظيفة من خلال هذه الكلمات. إذن هو مجرد كنشاط لعبة بداخل الصف، يختار طلب الأستاذ طلاب اثنين، طالب يحزر حزورة يعطي مجموعة من الكلمات عن وظيفة معينة، والطالب الآخر يحاول يحزر هذه الوظيفة اللي قالها زميله. هو هنا منطيني ثلاث ألعاب أو ثلاث أفكار ألعاب. بالبداية شو يقول لي؟ يقول لي read the instructions، اقرأ التعليمات for playing games، للعب هذه الألعاب أو للعب هذه الألعاب. فمنطيني اللعبة الأولى واللعبة الثانية واللعبة الثالثة، كل لعبة بها قوانين على بود يلعبوها بداخل الصف. هذه القوانين إذا طبقناها راح نسوي حزورة، طالب يسوي حزورة والطالب الآخر يحل هاي الحزورة. فإذا تلاحظون كاتب لي student 1 and student 2، الطالب الأول والطالب الثاني. إذا الأستاذ راح يختار طلاب اثنين قدام الصف، الطالب الأول شو المطلوب من عنده؟ يقول له think of a job، الطالب الأول لازم يفكر في وظيفة، but don't tell anyone what it is، لكن لا تخبر أي أحد بهذه الوظيفة. يعني يختار وظيفة بعقله ولتكن مثلا دكتور طبيب، خلاها بقلبه ما قال أي واحد عنها. الطالب الثاني ask your partners up to 5 yes or no questions، الطالب الآخر يسأل 5 أسئلة yes or no. يعني على سبيل المثال الطالب الثاني يبدي شو يقول له؟ يقول لك do you help people، هو منطيني مثال هنا do you help people، هل تساعد الناس؟ يقول له yes، نعم. إذا جاوب نعم أكو مجموعة وظائف تساعد الناس. أسأل سؤال ثاني، قال له you are a doctor، أنت طبيب؟ قال له no wrong، كلا. أنطيه احتمال ثاني، مثلا أقول له do you work in a hospital، هل تعمل في المستشفى؟ راح يقول لي no، إذا أنا مو طبيب. Do you work in school؟ هل تعمل في المدرسة؟ مثلاً قال لي yes، إذا عرفت إنه teacher. وهكذا، إذا يسأل 5 أسئلة yes or no الطالب الثاني، والطالب الأول يجاوب إذا حزر الوظيفة اللي قال عنها أو اللي خلاها بعقله. Try to find out what the job is، الطالب الآخر من خلال هاي الأسئلة يحاول يكتشف شنو هاي الوظيفة اللي خلاها بعقله. هذا الجيم الأول أو اللعبة الأولى، جيم بي أو اللعبة الثانية هم نفس الطريقة، الطالب الأول والطالب الثاني. الطالب الأول شو يسوي؟ write the names of a job on a piece of paper and put it on your partner's back. شوف شو يقول لي؟ يقول لي اكتب اسم وظيفة على ورقة وخليها بظهر زميلك بحيث ما يشوفها. هذا الطالب الأول. الطالب الثاني ask a question to try to find out what the job is، نفس فكرة الوظيفة الأولى واللعبة الأولى. همنا يحاول الطالب الآخر يسأل أسئلة yes or no على مود يقدر يحاول يحزر هذه الوظيفة. فمثلا يقول لك do you work at night، هل تعمل في الليل؟ يقول له sometimes، بعض الأحيان. قربنا للوظيفة. is my job alone dangerous، هل وظيفتي صعبة؟ قالت له yes I am a firefighter. yes correct. شوفنا أنا شو قلت له، وظيفتك تعمل بالليل؟ قالت له بعض الأحيان. قالت له زين هي خطيرة؟ قالت لها نعم خطيرة. إذا قدرت تحزر وظيفة تعمل في الليل وخطيرة، هذا يا هو هذا الفاير فايتر. شنو الفاير فايتر؟ الإطفاء، يا رجل الإطفاء. فقالت لها نعم لقد حزرت الإجابة. هي هاي الفكرة من الألعاب اللي راح يتم عملها بداخل الصف كنشاط صفي، غير مهم الامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. كذلك اللعبة الثالثة هم من طالب أول وطالب ثاني، think of a job and 5 things you can say about it. شوف هنا شو يقول لي؟ يقول لي هالمرة بالعكس، فكر بوظيفة وهاي الوظيفة لا تقولها، قول 5 أشياء متعلقة بهذه الوظيفة. يعني على سبيل المثال يقول لي I work outside، أنا أعمل بالخارج. I don't wear uniform، أنا لا أرتدي الزي الرسمي. من خلال هذه المعلومات اللي انطيتها تقدر تحزر لي اسم الوظيفة. أضرب لك مثال آخر، الطالب الأول يقول مثلا I look after patients teeth، أنا أعتني بأسنان المرضى. من خلال هاي المعلومة الأولى أنا عرفت أنه هذه الوظيفة شنية، دنتس طبيب الأسنان. وهكذا هذا كذلك مجرد نشاط صفي، غير مهم الامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. احنا اتفقنا أنه هذا اليونت كله راح يتحدث عن الوظائف،
فهسه هذا الدرس الرابع لحد الان لا زال يتحدث عن الوظائف اللي اخذناها بالدرس الاول وراح يظل ويانا على طول اليونت. وراها ايش يقول لي؟ يقول لي listen, استمع, answer the questions, ثم اجب على الاسئله التاليه. كذلك هذا النشاط الصفي. نعم الاستاذ راح يعلق المقطع الصوتي رقم 46 يعلق بداخل الصف او هو يقرا والطلاب ينتبهون لهذا المقطع الصوتي وراح يسالهم يقول لك which of the three games do you hear؟ بخلال المقطع الصوتي يا لعبه من ضمن الالعاب الثلاثه اللي قلناها اللي سمعتها. فالطالب الاول يقول له اللعبه الاولى او اللعبه الثانيه او اللعبه الثالثه. Which of the jobs in the box do you hear؟ ما هي الوظيفه اللي موجوده بالصندوق سمعتها؟ شوف انا منطيني كل الوظائف مو بس الوظائف اللي اخذناها بالدرس الاول والثاني والثالث، منطيني وظائف اضافيه. قال لك زين يا وظيفه من ضمن الوظائف اللي انا منطيك اياها بالصندوق سمعتها من خلال المقطع الصوتي. اللي سمعتها اشرها لان راح يصير لك عليها الاستاذ على سبيل المثال. وراها which ones are not in the box؟ قال لك زين اكو وحده اكو وظائف ذكرت وين؟ بالمقطع الصوتي ما موجودات بيمن بالصندوق، فبالتالي اريدك تقول لي اياها. فالطالب كذلك ركز مع المقطع الصوتي يكتب الوظائف اللي ما ذكرت على مود يقولها بداخل الصف كتحضير يومي. لان كل الانشطه الصفيه غير مهم الامتحان التحريري او الامتحان الشفوي، مجرد انشطه صفيه كتحضير يومي غير مهمه. الان ننتقل للاشياء المهمه اللي موجوده وين؟ بكتاب النشاط. شو يقول لي بتمرين رقم واحد؟ يقول لي match the descriptions to the jobs. ركز وياي، طابق الوصوفات بالوظائف. منطيني وصف او خلينا نسميها تعاريف، منطيني مجموعه من التعاريف او الوصف ومنطيني مجموعه من الوظائف. قال لك اريدك توصل للوصف المناسب بالوظيفه المناسبه. يعني على سبيل المثال I help people، أنا أساعد الناس. من هو اللي يساعد الناس؟ خلينا نكمل، خلينا نشوف. I work in a hospital، أنا أعمل في المستشفى. من هو اللي يعمل في المستشفى ويساعد الناس؟ هو الطبيب، فأوصلها برقم 2 اللي هي الطبيب. وهكذا. My job is dangerous، وظيفتي صعبة. I wear uniform، وأرتدي الزي الرسمي. يا هو اللي وظيفته صعبة ويرتدي الزي الرسمي؟ الفايرفايتر اللي هو الإطفائي. بعد I wear uniform، أنا أرتدي الزي الرسمي. And I work outside، وأعمل بالخارج. من هو اللي يرتدي الزي الرسمي ويعمل بالخارج؟ البوليس أوفيسر اللي هو رجل الشرطة. I don't work in an office، لا أعمل في المكتب. I work at the airport. انتبه لنا أنا airport، شنو معنى airport؟ مطار. من هو اللي يعمل بالمطار؟ البايلوت الطيار. فأوصلها بالوظيفة المناسبة لها. هذا التمرين تمرين مهم جداً، اما يجيني على شكل توصيل مثل ما هو وصل الوظيفه بالوصف المناسب لها، او يجيني على شكل اسقاطات نفس الفكره. بالاسقاطات ذن الكلمات ينطيني اياها باعلى التمرين ويقول لك اسقط الكلمه بالفراغ المناسب لها. اذا هذا التمرين مهم جدا، اعيد واكرر، احنا بالدرس الاول قلت لكم اهم فقره بالدرس الاول انه تحفظ معاني واملاء الوظائف. فلاحظنا انه صار 4 دروس منطيني مختلف الامثله، مختلف الانشطه، مختلف التمارين المتعلقه بالوظائف. هذا واحده من التمارين اللي ممكن تجيني بسؤال التوصيل او سؤال الاسقاطات. هذا كذلك تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. شو يقول لي؟ يقول لي هالمره شنو انا منطيك؟ What jobs connect the words؟ ما الوظيفه التي او المرتبطه بهذه الكلمات؟ يقول لك انا منطيك كلمات، هاي الكلمات تدلي على وظيفه معينه. تقدر تعرف هاي الوظيفه؟ يعني newspaper، شنو معنى newspaper؟ جريدة أو مجلة. story، قصة. article، مقال. شنو هي الوظيفة اللي مرتبطة بهاي الكلمات؟ وظيفة المحرر أو عفوا الصحفي، reporter، الصحفي. وأقدر أقول editor، شنو editor؟ المحرر اللي يحرر المقال أو الجريدة. بعد fire، مبين من الفاير. fire نيران، danger خطر، water ما. من يا وظيفة مرتبطة بهاي الكلمات؟ كلش واضحة اللي هي الفاير فايتر. فاير فايتر قلنا اللي هو رجل الإطفاء الإطفائي. بيلدينج بناية، بلان يخطط، درو يرسم. شنو الوظيفة اللي مرتبطة بهاي الكلمات؟ وظيفة الأركيتكت، شنو الأركيتكت؟ المهندس المعماري. أقول أركيتكت المهندس المعماري. بعد طبعا أستاذ ليش ما خلينا الإنجينير المهندس؟ ان انا ما قال لي فد شيء يدلي على انه المهندس يصمم جسور او طرق او الات، هو قال لي بيلدينج. احنا اتفقنا انه اذا بيلدينج بنايه اركيتكت، اما المهندس هذاك اللي نسميه انجينير اخذنا بالتعاريف مالته،
يصمم أو يبني الجسور والطرقات والآلات، اللي بعدها letter، رسالة، telephone، هاتف and computer، والحاسوب. يا شخص أو يا وظيفة مرتبطة بهاي الكلمات، وظيفة الأوفيسر، احنا نقول أما أوفيسر الشخص المكتبي، أو أقول أوفيس مانجر مدير المكتب، الشخص اللي يدير المكتب يقوم بهذه الأعمال، يكتب الرسائل، يجيب على الهاتف، يستخدم الحاسوب إلى آخره. زين، هذه كلش واضحة من اللسن. لسن درس، بورد صبورة، كلاس صف. يا وظيفة أكيد وظيفة التيتشر، المدرس، المدرسة، المعلم، المعلمة إلى آخره. بلين طائرة، ايربورت مطار، وفلاي يطير. يا وظيفة أكيد وظيفة البايلوت، شنو معنى بايلوت؟ معناها طيار. يقول لي اكتب الوظائف المرتبطة بهذه الكلمات، كار سيارة، ريبير يصلح، وركشوب ورشة. من هو اللي يصلح السيارة؟ شخص اسمه الميكانيكي، فأقول ميكانيك، ميكانيك. وهكذا. الأخيرة تي سن، تيك كير يعتني، وشير كرسي. من هو اللي يعتني بالأسنان؟ طبيب الأسنان. شو نسميه؟ نسميه دنتست، طبيب الأسنان. هذا ما يخص تمرين رقم 2. كذلك هذا التمرين تمرين مهم جدا، مثل ما هو يجيني ينطيني كلمات ويقول لك اكتب الوظيفة المناسبة لهذه الكلمات. طلاب أعيد وأكرر، هذن الوظائف يجب حفظ إملائهن. هالمرة ما أعطاني إياهن بأعلى التمرين وقال لك أسقط الكلمة وأنت ما راح تخطئ بإملائها، لازم أنت تكتبها من عندك. فأنت شلون تكتبها إذا ما حافظ إملائها؟ لذلك يجب حفظ إملاء الوظائف إذا لحد الآن ما حافظها أنت كطالب. تمرين رقم 3، كذلك هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. شلون يجيني؟ هسه بقول لك شلون يجيني. يقول لك circle the odd one out، استخرج الكلمة الغريبة، منطيني 3 كلمات، مثلا burn يحرق، put out يطفئ، teach يدرس. يا كلمة من ذلك كلمات غريبة، أكيد كلمة teach، شنو معنى teach؟ يدرس. هذني متعلقات بالإضفائي، هذه متعلق بالمدرس. pilot طيار، ميكانيك ميكانيكي المصلح، وباص درايفر. يا كلمة من ذلك كلمات الغريبة، أكيد كلمة الميكانيك. استاذ ليش الميكانيكية الغريبة؟ لأن البايلوت هو قائد أو سائق الطائرة، والباص درايفر هو قائد أو سائق الحافلة، اثنين اسم دور السواق، أما هذا مصلح فوظيفته مختلفة. green أخضر، patient مريض، kind عطوف. يا كلمة غريبة، أكيد كلمة green هذه لون وباقي الكلمات صفات غير مرتبطة بهم. university جامعة، college كلية، office مكتب. يا كلمة غريبة، هذه الجامعة يدرسون بيها، الكلية يدرسون بيها، أما المكتب يعملون فيه، إذن المكتب هو الغريب. equipment معدات، uniform زي الرسمي، وtrousers trousers معناها بنطال بنطلون. يا كلمة من ذلك كلمات غريبة، أكيد كلمة equipment، equipment من المعدات، أما uniform من الأزياء والtrousers من الأزياء. هذين الكلمات الغريبة اللي استخرجناها. إذن هذا تمرين مهم جدا جدا جدا، كذلك هم من يجيني مثل ما هو ينطيني كلمات ويقول لك استخرج الكلمة الغريبة من بين هذه الكلمات. تمرين رقم 4، شو يقول لي؟ يقول لي organize the questions into 3 groups، which 3 jobs are being described. طبعا احنا بالبداية ايش قلنا؟ قلنا انه راح يتم لعبة بداخل الصف، الاستاذ يختار طلاب 2 ويختار لعبة من اللعبات اللي اخذناها بداية الدرس. فالطالب الاول يسوي نفسه او يختار وظيفة، والطالب الآخر يحاول يحزر هاي الوظيفة. لكن إحنا هنا راح نواجه صعوبة بمسألة معينة. شنو هي المسألة؟ شلون أسوي أسئلة؟ هو الطالب الآخر لازم يسأل مجموعة من الأسئلة عن هذه الوظائف، فهو منطيني هنا كلش هواي أسئلة أقدر أسألها الزميل الآخر على مود أقدر أحاول أحزر هذه الوظيفة اللي موجودة بعقله. فعلى سبيل المثال، Do you talk to famous people؟ هل تتحدث إلى ناس مشهورين؟ Do you get nervous؟ هل تتعصب؟ Do you stand on a stage؟ هل تقف على stage مصطبة أو فتشيع في مكان عالي؟ Do you fix cars؟ هل تصلح السيارات؟ Do you work in a garage؟ هل تعمل في الجراج؟ Do you use microscope؟ هل تستخدم الميكروسكوب، الجهاز اللي يرصد الأشياء الصغيرة؟ Do you have to practice؟ هل عليك أن تتمرن؟ Do you need to use computer؟ هل تحتاج لأن تستخدم الحاسوب؟ Do you interview people؟ هل تقابل الناس؟ Do you need to write well؟
هل تحتاج لأن تكتب بشكل جيد؟ Do you get dirty؟ هل تتسخ عند العمل؟ إلى آخره. هذن الجمل لما أسألهن زميلي ويجاوبني بيس أو نو، إذا قال لي يس أنا تقريبا تقربت عن الوظيفة. يعني على سبيل المثال قال أقول له Do you fix cars؟ هل تصلح السيارات؟ قال لي يس. إذن عرفت إنه هذا الوظيفة اللي بعقله اللي خلاها بعقله شنو هي وظيفة؟ وظيفة الميكانيك. أقول له Do you help people؟ هل تساعد الناس؟ مثلا قال لي يس. عرفت أو قربت إنه هذا أما طبيب أو ممرضة أو شخص ما يساعد الناس. أقول له على سبيل المثال Do you work in a hospital؟ هل تعمل في المستشفى؟ أمثلة هواي مطيني. Do you need to write well؟ هل تحتاج لأن تكتب بشكل جيد؟ فإذا قال لي يس راح أعرف إنه هذا شخص متعلق بالكتابة، مثلا ريبورتر صحفي أو إديتر محرر إلى آخره. هذا مجرد كمساعدة للطلاب على مود يعرفون الأسئلة اللي راح يسألوها بداخل الصف لزملائهم اللي خلوا بعضهم وظيفة، وبالتالي أنا أحاول أحزر هذه الوظيفة. هذا كل ما أخص درس من هذا اليوم. لاحظنا أن درس مهم جدا بالكثير من التمارين المهمة، بعض اللي أخذناها من كتاب الطالب كان مجرد أنشطة صفية غير امتحان التحرير وامتحان الشفوي، لكن اللي أخذناها من كتاب النشاط معظم اللي يجي بالامتحان التحرير بسؤال المفردات على شكل إسقاطات، على شكل توصيل، على شكل استخرج غريب، على شكل إملاء إلى آخره. كل واحدة من الممكن تجي لي بالامتحان بصيغة معينة، لذلك حاول تسجلون هذه الحلول في كتاب النشاط وتحفظوها لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو ضغط تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على حسابات مجدس في الفيديو في الوصف.